يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، إلى أن قال: فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العامة؟ يقول ما معناه وما المقصود بالعامة؟ وهل معناه أنك ما تنجرف مع الناس، معناه أنك تلزم الحق ولا تنجرف مع الناس، بل تتمسك بالحق وتصبر عليه وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تدعو إلى الله، ما هو بتترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة إلى الله، لكن معناه أنك ما تنجرف مع الناس تقول كل الناس على هذا. لا، أمسك نفسك، وتبقى أنك تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تدعو إلى الله عز وجل. نعم.